بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الرياضي الكريم، أينما كنت نسوق إليك تحايا عطرات وأمال نضرات وآمال غير عاطلات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، صلاة دائمة إلى يوم الدين. وبعد، سوداننا فوق رغم كل ما يحدث من ألم ورغم كل ما يحدث من ضياع. سوداننا فوق، القوة الناعمة تثبت بأن شباب السودان قادر على فعل المستحيل. مبروك لكل أهل السودان قاطبة، المتحاربون وغير المتحاربين، دعاة الحرب وغير دعاة الحرب، كل هؤلاء نقول لهم مهما كانت الأمور فالسودان آت لا محالة. مبروك للاتحاد السوداني لكرة القدم، مبروك للجهاز الفني للفريق القومي السوداني، مبروك لجماهير السودان، ومبروك للاعبين الذين بذلوا الغالي والرخيص وبذلوا كثيرا من العرق للوصول بالسودان إلى الشكل الذي رأيناها اليوم. فريق ثابت على الأرض، ينقل الكرة بثقة وبأريحية وبقدرة فائقة على السيطرة على النفس والصبر على الكرة والتقدم وتقسيم المباراة. بحسب احتياجات المباراة تم تقسيم المباراة بشكل جيد جدا، وأدى اللاعبون المباراة بروح قتالية عظيمة جدا، وفي نفس الوقت قدرات فنية واضحة جدا للعيان. حقيقة اليوم كواسي أبيا بصراحة أنا كنت مستغرب جدا، وأكاد أكون بالنسبة لي الأمر كان فيه كثير من المفاجأة، خاصة بعد خسارة السودان لنقطتين في مباراة الأولى وتعادله مع توغو. وتصورت أنه حتى إذا في تعديلات على مستوى اللاعبين تكون في تعديلات على مستوى الخطة، ولكن هذه التعديلات جاءت بغير ما توقعت. كان في تعديلات على مستوى اللاعبين، وكان في تعديلات على مستوى الاستراتيجية اللعب، ومع ذلك كل توقعاتي باءت بالفشل. أقولها صراحة، الرجل لعب بشكل لم أكن أتوقعه. أولا، لعب بالتشكيل 4-3-3 بمثلث وسط مكون من أبو عاقلة، أفضل لاعب السودان في المباراتين، ومحمد الرشيد وصلاح عادل. ورغم أنه الثلاثي من ناحية دفاعية جيد، لكنه لعب بمركزين فقط، مركز 6 ولعبين مركز 8. والأغرب من كده أنه إذا دارين نقول والله أنه هنالك لاعب كان هذا اللاعب هو صانع ألعاب الفريق، فهو أبو عاقلة اللي هو اللاعب اللي بيلعب في رقم 6. فدي كانت بالنسبة لي غريبة شوية جدا. طبعا كان هنالك اللاعب عوض، لاعب نادي الأهلي الخرطوم، وده لعب بديلا لرمضان عجب، وما عنده طريقة غير انه يلعبه، فكانت معقولة، خاصة انه هو لعب جزء من المباراة السابقة.
بداية ب 20 برضو بالنسبة لي ما كانت يعني ما كنت متوقعة، لأنه محمد المصطفى ما كان سيء، برغم انه انا من الاساس ما بلعب، يعني لو انا حلعب مباراه توجو ما بلعب محمد المصطفى باعتبار انه واقف، مش لانه اقل من ابو 20، لكنه واقف وابو 20 مستمر. لكن مع ذلك في المباراه الثانيه ما كنت يعني عشان ابدي الحارس المرمى، دي بتدي اشاره سالبه. و مع ذلك ابو 20 كان ممتاز جدا لولا حفره واحده، وصلحها هو نفسه بابعاد الكره الى ضربه الزاويه. الرباعي بتاع الدفاع كله لعب بشكل جميل جدا، لكن كانت هنالك خدعه ساتحدث عنها حينما نجي نتكلم عن الجانب الدفاعي للفريق القومي. في الهجوم لعب بثلاثي في رأيي جديد، لأنه الوحيد اللي لعب المباراة أو شبه كاملة من بداية المباراة الأولى كان هو محمد عيسى. أبو بكر عيسى في الجانب الأيسر لعب جزء من المباراة السابقة، وياسر مزمل لم يلعب أبدا، وأيضا خروج يعني سيفتيري بالنسبة لي لم يكن مقنعا، حتى رغم انه هو جاء وبذل مجهود كبير جدا وغير شكل المباراة وكذا، لكن لم يكن مقنعا. لكن هذه قناعات مدرب عالمي، وده كان رأيه انه يلعب بهذه الطريقة. اللعب بالتشكيل 4-3-3 بالنسبة لي ايضا كان حاجة غريبة. لماذا؟ لانه انا بفتكر انه رغم انه الفريق القومي السوداني في شيء جديد الان، لكن بدري عليه ان يلعب 4-3-3، ممكن يلعب 4-4-2، ممكن يلعب 4-5-1، او ممكن يلعب 5-4-1، اي حاجه من هذا القبيل وكده. الشيء الثاني اللي لعبوا كواسي أبيا، أو الشيء الثالث اللي كان كواسي أبيا فيه رائع جدا، وأيضا يعني كان بالنسبة لي مفاجأة، هو تقسيمه للمباراة من حيث 200 تهاجم و200 تلعب، وده ما كان عندنا لا في الهلال ولا في المريخ ولا في أي فريق ولا حتى في الفريق القومي. إنما المباراة تحت الليلة الفريق القومي كان بيعرف 200 يتراخى ويعود أدراجه إلى ملعبه، وفي نفس الوقت يقوم بالهجوم في فترات أخرى مع بعض، يضيق على الفريق الكنغولي ويستطيع أن يحط في ملعبه لفترات طويلة. هذا التوزيع بيؤكد أنه كواسي أبيا مدرب رائع. الشيء الرابع برضو هو أسلوب اللعب الهادئ وخروج الكرة من تحت، إلا في بعض الهنات البسيطة بتصورها، هنات اللي كان فيها الكرة بترسل بإرسال عالي، لكن فيما غير ذلك من أبو 20 لغاية ما تصل محمد عيسى أو سيفتري الكرة كانت بتمشي بمرحلة ومن مكان لمكان، وبفتكر إنه دي كانت بشريات جيدة. وأنا لازلت عند رأيي بأن الفريق القومي السوداني إذا استمر على هذا الحال سيكون موعود في المواسم القادمة بفريق يهز الأرض على يعني تحت أقدام المنافسين. تعالوا نمشي لقدام نشوف أهم خدعة تعامل معها كواسي أبيا، وكان استطاعت أن تغطي الثقرة رغم الضغط الكنغولي على هذه الجبهة. تعالوا نشوف الحاصل شنو.
طيب كواسي أبيا بنى لعبه على خدعة أسلحته فيها لاعبين. هو كان يعرف إنه الباك اليمين بتاعه عوض لاعب جديد على المنتخب، لاعب جيد جدا وممتاز وأدى مباراة رائعة جدا، لكن كان يدرك إنه هذه المعلومة أيضا وصلت لناس الكنغو، لأنه المباراة لما تتابع المباراة الأولى بتلقى إنه الباك اليمين بتاع السودان تم تغييره بعد ربع ساعة أو تلت ساعة نتيجة لإصابته، وبالتالي جاء لاعب تاني، وبالتالي هذا اللاعب التاني أقل من حيث المستوى من اللاعب الأول، خاصة إنه اللاعب الأول كبير في السن. يبقى بتحليل الأداء بتدرك تقدر تقول إنه هنالك ثغرة ممكن استخدامها موجودة في الفريق القومي السوداني، وهذه الثغرة موجودة في الباك اليمين أو الجانب الأيمن للسودان. وعليه ركز كواسي أبيا قدراته خلته يدرك إنه مدرب الكنغو حيركز على هذه الجبهة أكثر مما يركز على جبهة بخيت خميس والجناح بتاعه، بغض النظر عن من الجناح اللي حيلعب، هل حيلعب ابو بكر ولا حيلعب على غيره. فبنى استراتيجيته على لاعبين اثنين حتى بعيدين عن دفاع السودان حتى يستطيع ان يستفيد من الربكة اللي حتحصل على الاقل في الشوط الاول. فعمل شنو؟ لأول مرة يستخدم ياسر مزمل، ويستخدم ياسر مزمل ليلعب على طول هذا الخط. لما نجي نتكلم عن الدفاع حاوريك بالضبط ياسر مزمل حيعمل شنو. الحاجة الثانية اللي استخدمها انه هو في حالة وجود الكرة الثانية عايز لاعب في وسط الملعب يستطيع ان ياخذ الكرة الثانية دي، ويستطيع أن يلعب الكرة الثانية بباصة واحدة أو بتمريرتين يصلبهم لمرمى المنافس، فاختار أبو عاقلة لهذا الأداء. لذلك كان الفريق الكونغولي لما يلعب الكرة ويجي يعكس الكرة، أي لاعب من الفريق القومي السوداني ياخذ الكرة الثانية بيفتش على أبو عاقلة وين عشان يلعب له الكرة. بمجرد ما يلعب لأبو عاقل الكورة فريق القومي السوداني بينتشر باتجاه مرمى المنافس. هذه الاستراتيجية عمت تماما الفريق الكنغولي وحتى جهازه الفني، وما قدروا يعرفوا بالضبط المشكلة شنو لغاية ما جاء الشوط الثاني. لذلك السودان خرج في الشوط الثاني بالتعادل، وكان ممكن أن يخطف هدف خاصة الكرة بتاع صلاح عادل، لأنه هي الكرة الأفضل اللي هي عكسها له ياسر مزمل. تعالوا نشوف كيف استفاد من ياسر مزمل وكيف استفاد من أبو عاقلة لما نتكلم عن الدفاع. طيب هو عمل شنو؟ لما يفقد الكرة السودان قاعد يتعامل مع المسألة بتاعت الدفاع على أسلوبين، بيعتمد على أسلوبين. الأسلوب الأول هو اللي كان بيعتمد عليه في مباراة الكنغو وفي مباراة توغو اللي هو الضغط العالي، وما كان يعني هو العامل الأساس. العامل الأساس في الدفاع كان هو الرجوع واللعب خلف الكرة، الرجوع بكامل السودان واللعب خلف الكرة، وبالتالي كان بيرجع ياسر مزمل عشان يلعب باك يمين، ويدخل عوض وبجانب إيرينج وكرشوم عشان يبقوا ثلاثة قلوب دفاع، وفي خميس بخيت هنا كباك شمال.
فبيلعب خمسة في لحظة فقدان الكورة، لما يرجعوا كلهم بيلعبوا خمسة في الدفاع. بيرجع أيضا أبو بكر، ما بيرجع كتير لأنه الفريق الكنغولي ما كان مهتم كتير بالجانب الشمال ده في السودان، وما كان عنده يعني مسائل، يعني ما كان عنده هجمات كتيرة، وبالتالي كان بيرجع لغاية النص ويشكل مع ثلاثي الوسط أربعة في الهجوم، بينما كان أربعة في نص وسط الملعب على طول الملعب، وبيجي محمد عيسى يكون في دائرة السنتر يحاول أن يقطع الكرة من قدام. في أي لحظة محمد ده يتقدم عشان يعمل ضغط عالي، طوالي بيطلع معاه أبو بكر ويطلع معاه صلاح عادل، وممكن جدا يطلع معاه محمد الرشيد، أيهم أقرب إلى مكان الكورة. وطوالي ياسر مزمل بيطلع عشان يبقى جناح يمين، ودي أول مرة ياسر مزمل يلعب كمدافع صريح، وكان جيد جدا خاصة في التغطية العكسية. في أكثر من مرة أخرج الكرة في التغطية العكسية لما كانت الكرة تعكس من وسط الملعب أو من الجانب اليمين للفريق الكنغولي من عند خميس بخيت، فكان ممتاز جدا خاصة في أواخر الشوط الأول لما انقلب، لما اكتشف المدرب الكنغو الحيلة اللي تعامل بها كواسي بيه، كان في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، ويمكن بعد ما السودان جاب الجون بتاعه كمان، وقام بعد كده بدأ يحرك الجانب الأيسر لأنه أصبح له الجانب الأيمن، الجانب الأيمن عنده لأنه الجانب الأيسر بالنسبة له أقلق تماما، وحتى غير كل اللاعبين اللي بيلعبوا في الجانب الأيسر جابهم كلهم عشان يلعبوا في الجانب الأيمن له اللي هو الجانب الأيسر بالنسبة للسودان. ودي كانت من يعني ميزة كبيرة جدا خدع بها كواسي أبيا مدرب فرنسا، المدرب الفرنسي للكانغو، وقدر يجر المباراة بصبر شديد جدا جدا إلى آخر ربع ساعة، ثم من هجمة بعد كده طبعا أجرى بعض التبديلات، كان أنجح هذه التبديلات هو دخول سيفتيري. دخول سيفتيري كان ناجع جدا جدا، حرك الهجوم، كان في تفاهم بينه وبين أبو عاقلة وبين ياسر وبين صلاح عادل، وقدروا يهددوا مرمى الفريق الكنغولي، وكان هذا التهديد أشبه بالتهديد الدفاعي، بمعنى عدم تمكين دفاع الفريق الكنغولي من المشاركة في صناعة اللعب ولا المشاركة في الهجمات، إلى أن أحرز السودان هدفه الأول اللي انتهت عليه المباراة، واستطاع السودان أن يفوز بأول 3 نقاط. أصبح الآن اليوم على الأقل حتى الغد السودان على رأس هذه، على رأس قائمته بغض النظر عن نتيجة مباراة السنغال، وحتى إذا لم يستطع السودان أن يكون الأول فهو حتى هذه اللحظة يعني من المجموعة من الجولة الأولى اللي هي المباراتين اللي تلعبن استطاع أن يحرز 4 نقاط. صحيح ال4 نقاط في ملعبه، لكن أصلا السودان ما بيلعب في ملعبه حتى يتأثر بذلك. ما في يعني ما في شك في إنه الجمهور السوداني المتواجد في بنينة استطاع أن يضيف يعني ألق لأداء الفريق القومي السوداني بشكل ممتاز جدا وعظيم جدا، وهذا يؤكد أن السودانيين رحمة واحدة أينما كانوا وأينما وجدوا، وبإذن الله تعود البلاد مرة أخرى ويعود الفريق القومي إلى دياره معززا مكرما ليلعب منافسات قادمة
من داخل الخرطوم او من داخل الفاشر او من داخل نيالة او من داخل بورسودان او من داخل دنقلة او من داخل مدني او من داخل توتيل او من داخل كوستي، من اي مكان في السودان من الابيض، ليلعب مع الفرق الاخرى ويستطيع ان يتميز. مبروك للسودان، مبروك لنا، نحتاج إلى مثل هذه الفرحة حتى وإن كانت فرحة في كرة القدم. مبروك مرة ثانية وإلى الأمام، تحياتي وإلى لقاء قريب إن شاء الله، وسوداننا فوق رغم أنف الذين لا يريدون ذلك.